أنا طفول مسلم العمري، أشتغل في ميناء صلالة من 1998. بديت كمخططة عمليات شحن وتفريغ، من هناك تدرجت في نفس القسم إلى سوبرفايزر وبعدها إلى مشرف تخطيط لمدة 16 سنة في نفس القسم. إجمالياً يعتبر أنه إلى الآن أنا أول والوحيدة كمخططة عمليات في تاريخ ميناء صلالة. انتقالي إلى قسم التطوير أعطاني فرصة كبيرة جداً، اللي هي زيارة مواني ثانية، دخول برامج تدريبية وكمدرب بعد في نفس الوقت. أشكر إدارة ميناء صلالة لدعمها المستمر وإتاحة الفرص لتطوير الموظفين، وأفتخر بكوني إحدى القيادات النسائية في ميناء صلالة منذ تأسيسه 24 سنة في منصب مدير أول تطوير مستمر. رسالة أوجهها خاصة للعنصر النسائي، لكل منا حلم، ولتحقيق هذا الحلم لابد أن نحوله إلى